بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثالث راح نتناول موضوع اللاندسكيب، الأيقونة الموجودة عندي هنا تحت قائمة الوذر. قائمة اللاندسكيب في عندي أكثر من أيتم، 6 أيتمز، كل وحدة يعني 6 بوتونز، 6 زرار، كل واحد له مجموعة تحكم وبرضه صورة أو مجموعة تانية بالتحكم. رح أبلش أول شي باللاندسكيب. في عندي الهايت اللي هي المرتفعات، ووتر، أوشن، في عندي البينت، تيرين، وجراس. الهايت اللي هي بقدر أني أجي أعمل مثلا الهايت أو إنه مرتفع جوي أو مرتفع الأرض زي هيك، بقدر أني أجي أمسكه أحكي له لوور لتحت. فأنت عمالك تعمل بينت المنطقة اللي بدك إياها عشان تعمل فيها المرتفع أو المنخفض حسب وين البوزيشن تبع المبنى. فإذا أنت عندك هون مبنى بتحب إنك تعمل قدامه مثلا زي بركة صغيرة أو أي مجسم بدك إياه، وهون المبنى تبعك، هاي قدرنا نعمل منخفض صغير هون. بقدر أجي أعمل هاي المنطقة فلاتن، بدخلها تصير عندي سطح واحد. فأعمل فلاتن زي البراشز الموجودة بالمات بوكس، زي براش، وبرضه بالثري دي ماكس اللي هي ديفورميشن أو باث ديفورميشن، مش متذكر الاسم بالضبط. الجتر بقدر أجي أخليها تطلع لفوق بس يعني بشكل معقد أكتر شوية صغيرة. بقدر أجي أحكي له لأ خليها تعمل سموث، فهيك خليته يعمل سموث أكتر. بقدر بعديها أعمل له فلاتن. طيب هذا الأول تلات أو أول جزء من اللاندسكيب اللي هي الهايت. بقدر أخلي البرش سايز تكون أكبر، البرش سبيد يكون برضو أكبر بكتير. خلي أصغر البرش سايز، هيك أخد يلي دور، بلاحظ إنه صار عندي كتير حجم الانخفاض النازل، وبرضو الفلاتن صارت عندي قوية زيادة عن اللزوم. فبقدر إني أرجع كنترول زد أو إنه أندو. بقدر أغير تشوز لاندسكيب، أغير الشكل لشكل ثلجي أو للثيمات الموجودة. بتجربهم بتشوف الإشي الأنسب لإلك. طبعا كل اشي انت بتغيره لازم يأثر على نوعية البلوكات، يعني انه انت بدك تغير لثلجي اكيد بدك تستخدم بلوكات تناسب هذا الموضوع او من المكتبة تبعت اللوميوم. فهي خليك داير بارك عليها، بدي اعمل اندو، مش راح اعملها هون. فخليني ارجع اخذ هذا الشكل حلو هون. هلا بقدر اجي احكي له ووتر يضيف مسطح مي، مسطح مي بهاي المنطقة. خلينا نحكي هاي ضغطت. انا بالبداية طبعا اخترت الووتر، بعدها انا عملت بالفارة ليفت كليك بوتون يعني بالزر اليسار. بقدر نحكي لا بدي انزلها لتحت مكان اب لتحت، دخليها تيجي تمد من هون وتمد من هون، وبدي انزل المي شوي صغير لتحت. هاي التحكم تبع المي. بقدر اختار شكل المي سواء كانت عندي بهذا الشكل او بهذا الشكل، الاشي اللي انا بشوفه مناسب. طيب بقدر اعمل الاوبجكت يعني دريت، بختار المي بقدر اعملها دريت. كم كان اعمل بليس اوبجكت ان ارد اضيفها كم مرة لو انا بدي، وبرد بضيفها وبكبرها بصغرها بالشكل اللي انا بشوفه مناسب، وانا حاب اختار هاي النوعية. طيب هاي الجزء الثاني. الجزء الثالث اللي هو الاوشن، بقدر احكي له اون، بصير عندي كل المشروع معمول على اوشن ما عدا المناطق اللي انا رفعتها او انا تحكمت فيها يدويا. بقدر اختار نوعية المي تبعت الاوشن، انا هي شكلها، سواء كان عندي الويف انتنستي قديش حجم الويف، اصغر حجم الويف، التربيديتي قديش مثلا مستوى الصفار بالزرق الموجود عندي. بقدر اعطي مي هون وكان في تحتيها رمل مباشرة جاي على البيتش. بقدر اجي احكي لا هاي المنطقة مثلا لا بدي اخلي التربيت فيها عالي جدا، انه مستوى الباعتبار اللون ازرق والاصفر الموجود عندي بالمي. خلينا انزل هون هيك احلى. الويند دايركشن بقدر اتحكم باي اتجاه جاي عندي الويند. السبيد تبعها بقدر اخففه بقدر ازيده، بدي اخففه هون. بدي احكي قديش ارتفاع الاوشن، طبعا هون بالغت زيادة عن اللزوم، احكي -0.92. بقدر ارد ارفع الاوشن بالشكل انا اشوفه مناسب، انا هيك ببالغ فيه بس مش مشكلة. بقدر استخدم الكلر ريست
إنه شو الكلاش اللي بده يستخدمه، إيش يتأثر بأي كلاش. فهون بأخي بلاحظ إنه مؤشر عمره بتغير، فهو بحاول إنه ياخد أقرب تدرجات لونية موجودة عندي على الكلارز. والله هذا كلار حلو كتير، بقدر أحكي له خد لي كلار 1 أو كلار 2. كلار 2 بدي أعمل لون أحمر، بدي أخذ كلار 1 اللي هو لون مثلا أصفر. ترى براك الووتر مثلا تأثرت بهاي الألوان، فأنت عادة أنا بستخدم اللون الأحمر مع الأخضر، مش أعرف في المنطقة الحمراء والمنطقة الخضراء. بعدها ببلش أضبط الألوان اللي أنا بشوفها مثلا مناسبة بالشغل. هاي كلر 1 ومثلا هاي كلر 2، إذا شفت مثلا هاي الألوان مناسبة بالشغل طوالي خلاص بستخدمها. وهكذا بتمني أحاول أدور لحد ما أخذ اللون اللي بحسه أنه أنسب عندي بالصورة. بكون مستخدم كلر بريست عالي، وبقدر استخدم البرايتنس تبع المي، فتاحة وغماكة، فتاة بدي انزل فيها على الاخر. الاوشن هيك بدي اعمله اوف. بصير هلا في عندي موضوع تاني اللي هو موضوع البينت. اذا انا عندي الجو صحراوي حبيت اني ادهن، يعني هاي الجو عندي شو اللي انا مختاره هذا الثيم صح، فبالتالي خليني اغير هذا الثيم. انا مختار الارضية من هذا الثيم، حبيت اني ادهن هنا عندي هون المبنى لو افترضنا، حاب اني ادهن شوي صغيرة صحراء او رمل عادي. بقدر اجي هون اختار، بحكي له edit type على السهم، احكي له حاب اني ادهن ب snow grass. الجراس بكون عندي التلجي، بلشت ادهن هون. لا هو هيك دهنه كامل، خلنا ناخد من هون fast field. لو اجيتها هاي البنت حبيت ان ادهن بهاي. الاولى اللي هون عندي هي موجودة، هي الديفولت اللي بتكون مطبقة على كل المشهد. يعني بقدر اني اجي امسك اختار مثلا هذا نوعية الجراس هاي. هاي اذا جيت على الثانية ودهنت هون، بقدر امسك اللون الاحمر امريكان ستون، احكي له بدي ادهن هون امريكان ستون بهاي المنطقة. هلا اكيد في عندك اعدادات براش سايز، قديش حجم السايز، حجم البراش، رش بري سبيد او اللي هي سترينث، هي اللي بدي اقويها. هلا بدي اجي اقوي على هاي المنطقة مدهان، عشان هون في عندي كوريدور او منطقة مثلا حجر واحد يمشي عليها. بقدر احكي له التايلينج سايز، حجم التايلينج تبع الماتيريال. بقدر برضو ادهن بنوعية ثالثة اذا انا شفت الموضوع مناسب، بقدر ادهن فيها. ورابع اذا حبيت او شفت المناسب. هلا السلايد روك اللي هي اطراف الحجر الموجوده هون، لو حبيت ان اخليها تكون عندي مثلا امريكان روك سايد، ولاحظوا انه طوال تغيرت لامريكان روك سايد. في عندي هون مكتبه كامله من الاشكال، تقدركم تدوروا عليها وتشوفوها. بقدر استخدم كاستم ديفيوز، يعني صوره انا حاب اني اضيفها، او كاستم نورمال اذا عندك برنامج زي برنامج النورمال ماب. فانت تقدر تستخدم اي صوره انت بتشوفها مناسبه، بس انا مش راح استخدم من هدول. أنا بحبش أستخدم كتير بهاي الشغلات، وبحبش إني أعمل بنت إلا إذا كان في عندي مبنى حبيت إني أضيف حواليه أشكال بسيطة. التيرين بقدر إني أضيف للمبنى، حتى مش المبنى، المشهد ككل بقدر أخليه يكون عندي فلات. بقدر أحكي له لأ ميك ماونتنز، بدي أشوف ماونتنز بالمشهد على المحيط بشكل كامل. أو آخر خاصية، هي أقل خاصية أنا بستخدمها، ميك لارج ماونتن. فأنت بتلاقي إنه صار كل المشروع يعني منظمه مونتنز من المنطقة اللي انت موجود فيها. فهي الخاصية اللي انا اقل اشي استخدام لها، انا بقدر اعمل ميك مونتنز بحط المشروع تبعي جنبها. ضيعنا الشجرة، يلا مش بيناتنا. بقدر اجي على هاي المنطقة، نيجي هون، وبقدر هون اجي اعمله مثلا توجل روك. صراحة التوجل روك اني اجي اعمل مثلا اون ولا اوف للحجر الموجود عندي على الطرف. بقدر اخليه يكون عندي كامل مستقيم، يعني جبل بشكل كامل، او بقدر اخليه يبين فيه الحجر. هلا سيف تيرين ماب او لو تيرين ماب، الأمانة ما عمري استخدمتهم، اتوقع انه حتى ميزات جديدة موجودة باللوميون، بس مش متأكد من هذا الحكي. فاتوقع انه انت تيجي تحكي لود تيرين ماب بتنزل صورة انت بتشوفها مناسبة، وهو بعملها زي الديسبلاس، زي ال V-Ray Displacement Modifier. فلو ضغطها هاي فهو أخذ زي Displacement الماب اللي أنا دخلتها. فأنا هون بدي أرجع أعمل له أندو، أنا مش بصدد أضيف إشي زي هيك. فأنت تقدر إنك تجيب
لوحة على الفوتوشوب بترسم عليها بالأبيض والأسود، أو تدخل صورة جاهزة ترسم عليها. آخر شي موضوع الجراس، الموضوع يعني حلو كتير، بقدر أجي أحكي الجراس يكون عندي أون، ولكن في عندي صار عندي عشب 3D بدي يبلش يطلع هلا عنا. بقدر أجي أحكي له أول إشي الجراس سايز، أتحكم بحجم الجراس، بقدر أتحكم بالجراس هايت قديش ارتفاع على الأرض. خلينا نعمله زي هيك عالي، ما في عندي مشكلة. بقدر أجي أحكي له جراس وايدنس اللي هي قديش في عندي يعني تغير طبقة فيه، يعني مرة بطلع مرة أب مرة داون. بقدر أجي أحكي له هذا الجراس ضيف لي عليه مثلا شوية أحجار. طب قديش بدك السبريد تبع الحجار؟ كل ما زاد كل ما أبعده مثلا، كل ما قال له كل ما كان مثلا أكتر كمية الحجار. قديش بدك السايز تبع الحجر؟ قديش بدك الراندوم سايز انه يعمل تنوع او تباين بالاشكال؟ وهنا بدي ارد اضيف مثلا شكل ثالث، وهنا شكل مثلا رابع، وهكذا. بتمك تضيف الاشكال اللي انت بتشوفها مناسبة، بتحاول تشوفها وين بالمشهد. الشكل الثاني طبعا هم بدهم ضبط بالسايز، هاي بدها ضبط كمان بالسايز، هي هون طلعت لنا، وهكذا. هذا هو الموضوع الثاني أو الدرس الثالث الموجود عندنا بهاي السلسلة اللي هي سلسلة اللوميون. إذا الله الموضوع البعدي رح أتناول موضوع الأوبجكتس. الفيديوهات كلها بتلاقوها موجودة عندي على الجروب أو على البيج الجديدة، ورح تكون إن شاء الله بعدين محملة على قناة اليوتيوب. هيك بقدر أحكي لكم، يعطيكم العافية والسلام عليكم.